نرحب بكم في حفل إشهار صحيفتنا صدى الهجرة، وحرصا منا على مواكبة التطور واستخدام وسائل الإعلام للنهوض بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى الجهاز حاليا للاهتمام بالجانب الإعلامي الذي له الدور الفعال في التعريف بالمهام المناطة به في التصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فعملنا على أن تكون هذه الصحيفة إحدى الوسائل الإعلامية التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة. كامل لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعلم عن إصدار صحيفة تختص بالهجرة لتبصر النور في بدايات متواضعة وارتقاء تدريجي مدروس في ظل استكتاب أقلام أمنية إعلامية مهمة تضع بين كل من يقتني هذه الصحيفة مادة متخصصة تستلم عمق وخبرة التجربة الأمنية وتواكب التجارب العالمية المشابهة والمتقدمة لما يبرر توجهنا إلى أن تكون صحيفة مرجعها أساسيا ومهما في حقل الإعلام الأمني، وستكون نافذة الأخبار التي يقوم بها الجهاز، وستكون حلقة الوصل بيننا وبينكم. في جرائم التزوير والوثائق الشخصية طبعا هذه لابد أن أتكلم حقيقة على أهمية الإعلام ودوره، سواء كان هذا الإعلام إعلاما أمنيا أو الإعلام العام بشكل عام. ولكن دائما نرى نحن في وزارة الداخلية ومن خلال واجبنا الأمني ومن خلال ما نطمع به من الناحية القانونية بالقيام بهذه المهمة، إن الإعلام إما أن يكون سلاحا إيجابيا لمصلحة هذا الوطن ولهذا الأمن، وإما أن يكون للأسف سلاحا سلبيا أو هي أداة تذبح بها الوطنية شرقا وغربا. حقيقة لابد أن أتوجه بكلمة أستنهض فيها إخلاص وثقة ومهنية واحترافية كل الإعلاميين. فنحن في ليبيا وخلال سنوات خلت، وكلكم على هذا شاهد، علينا وعلينا الكثير بسبب الإعلام المغلوط والإعلام المدسوس. فنحن نتأمل أيضا من هذه الأداة الإعلامية التي اخترنا أن تكون هي اللسان المتكلم على ظاهرة الهجرة، سواء كان في بعدها الأمني أو في بعدها حتى الاجتماعي. وبالتالي أجدد أيضا ذات الدعوة التي تقدم بها المتكلم الأول، وإن كان لم أحضر أن يعرف بنفسه لأني لم أعرفه، ولكن هو تكلم الأول ودعا كل الصحفيين وكل الإعلاميين الذي لهم من الخبرات ما أن يكونوا به داعما وسندا لهذه المجلة أو للإعلام الأمني بشكل عام. أيضا لابد أن أحيي كل الجهود التي تبذل سواء كانت في وزارة الداخلية أو في أي وزارة أخرى أو في أي قطاع، وأتمنى على الله أن يوفق الجميع، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم. في مشاكل طبعا عينات المشاكل اللي تصادف الهجرة، مكافحة الهجرة غير الشرعية في صدد القيام مراكز اللواء المهاجرين الغير شرعيين. نشكر جميع حضوركم ولكم التوفيق.